السلام عليكم، كيف نتوما؟ كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيت ان شاء الله بواحد الفيديو خفيف خفيف، دغيا دغيا دغيا، لان كيف كتعرفوا الجمعه والسبت والحد كنعمل والو، يعني كنصور الاثنين ثلاثه والاربع والخميس، الجمعه والسبت والحد غوبو. حق اليوم ما نقدرش ما نظهرش عندكم، لان بديت لكم امبارح واحد الوصفه خصني نكمل لكم اليوم، اللي هي الجبن. كيف قلتكم دخلتوا اللبن ديالكم الكونخيلادو، قصح لكم يعني مشو خرجوه دابا، المهم اللي مشتهي يروح شاف الكونخيلادو، اللي باقي حتى يشوف الوصفه عادي عامله ديك حاجه اخرى. مشيو خرجوه دابا، يكون عندكم واحد طريف دو التوب، اما داك اللي كنقولوا حياتي، اما المهم شي طاق د التوب، خليوه خصيصا للجبن. كتشبغوا داك الجبن قاصح، داك اللبن قاصح، كدلوه في داك الرقعه، كتعملوه في اب واحد الصفاي ياك. انا هنا عندي جوج شكيرات د اللبن، ما علينا، كتعملوه في داك هذيك الرقعه، كتعملوه في واحد الصفاي ياك، باش المهم باش كيمصل ماشي دابا، ماشي زعما في النهار، طيب واحد اليومين ولا ثلاث ايام هو كيمصل. ديك الرقعه كتبدلوها عاود كتعملوها، عرفتي كيف كيجي؟ والله العظيم بالله الا كلاوه الناس عندي زالون فيلادلفيا، ماشي ضروري د بلاستيك. حتى داك عندكم اللبن ديال الكارطون ماشي مشكل، اي ماشي ضروري كولينور، اللي عندكم يا جوده يا الشرقي، الشرقي كنظن كاين، يا الشرقي يا اللي كان، ماشي ضروري كولينور. صافي حين كي يمصل مزيان، كنعملوا له فتوت هذا الملح بيان سور، نعملوا له مثلا الاعشاب المنسمه، اما الصحتار اما اليازير، تعرف داكشي مطحون، اما مثلا التويمه وداك المعدنوس، هذاك حسب الذوق، كاين اللي كيعجبو ياكلو هكذا، وكاين اللي كيعجبو يزيدلو الاعشاب المنسمه، انا كناكلو هكذا، المهم كيجي مزيون هكذا. انا مش نوري لكم كيفاش الجبن ديالنا، حنا زولناه من داك الرقعه، ها كيفاش كيرجع وباقي خصو يمصل. من الاحسن المهم حيت عملو داك الرقعه خليوها خصيصا داك الجبن هذاك، وواحد واحد الصفاي فحال هذا صغير، واخدك ستيتوي انتما، وزيد دخلوه هنا من النيبيره يزيد يمصل. صافي الجبن ديالنا هو هذا، اللبن اللي قلتكم البارح هو هذا، و بون ويكند، الله يعاونكم.